او شاديه وهند رستم وزهير البابلي ومديحة يسري وسعاد حسني. لا 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 ما بال قوم انا عايزه افكرهم بالحاجات دي. أيوة. وهم قاعدين بيصلوا بالناس كده قولوا كلمه حلوه تفتح نفس الفنانين. حتى لو عملنا غلط ان الله غفور رحيم. يعني مش انتوا علمونا قيمه الفن بس ما تشتموناش. انا سمعت والله انا ما كنت اعرف كده. والله ما كنت اعرف يعني الالفاظ ابدا. على فكره انا عايزه اقول لك حاجه، انا يعني رافه بك وبنفسي وبمشاهدينا في اكتر من كده بكتير. لا انا ما اقدر ما اقدر اشوف. لا انا عايزه احط بقى عشان احنا بنتكلم على الفن. انا عايزه نحط للاستاذه سهير حاجه من شغلها نشوف كانت بتقول للناس ايه معنى الكلام اللي كانت بتقوله. مش ده فن؟ مش دي فنانه اللي اتقال عليها كده؟ اتفضل اسمح لي اقول كلمه. اتفضلي يا فندم. اللي عملوه ده يا فندم قرع. وات؟ قرع ومسبكينه على نار هاديه قوي وسيادتك ما تعرفش الحاجات دي. ايه قرع؟ ايه؟ قرع ده موال. موال يا حاكم ودايرين بيه على كل حاكم. نفس المشوش، نفس الكلام، نفس الاغاني، نفس التحيه. دول بيركعوا لك. لا لا لا، انت هتناقضي نفسك. ده حمدك. دكتوره اعوذ بالله. انت قلت خلي الناس تحبك وانت شايفه الحب يا فندم. لا دول الناس ولا دول الناس ولا ده الحب. انا قلت خلاص اللي عليا قلته اللي حفظته قلته. عليا النعمه من نعم ربك. نعم. اللي خطفته الجوعه بتاعتك ديت يسدد ديون بلدك ويسلف كل البلاد اللي حواليك. عليا النعمه. وين البابلي كانت بتقول في عز جبروت النظام السابق ده كان سنة 92 أظن كانت بتقول اللي سرقته الجوة بتاعتك دي يسدد كل ديون مصر بس ويزيد ويفيد للشعب المصري يعيش كويس. يعني كانت بتقول في الفن من خلال الفن بتوجه نقد للحاكم في هذا الزمن وبشجاعة الفن قدر يوصل رسالة ان انتوا حرامية وتنهبوا مصر سنة 92 تبقى بقى تعرف بقى بانها ايه. لا طبعا لا اللي انا بقوله انا قلت له وانا واقفه للحاكم برضو حب ناسك حب شعبك انزل لهم اقعد معاهم ما تتعلاش عليهم. دي في اخر الروايه. انزل شوفهم جعانين عايزين ايه. ادي اعطف طبطب. احنا غلابه الى الله مش لك أيها الحاكم. فاعرف إن كل ما تحبهم هيحبوك، كل ما هتبعد عنهم هيبعدوا ويحصل ثورة تانية ويحصل مصيبة تانية. طب الكلام ده أنت قلتيه؟ أنا قلته لمبارك في عز جبروت ودخل من الودن دي وطلع من الودن دي. لا ما دخلش. وبعدها سنين طويلة. لا قفل المسرحية. قفلك المسرحية. لا هذا هو دور فن شفناه في عز جبروت القهر والاستبداد والدولة الشمولية. وانت كفنانه الاستاذ جلال الشرقاوي استاذ محمد صبحي كان بيقدم مسرحيات كل مسرحيه تدرس في الوطنيه. ايوه. والدروس اللي كان بيواجه بيها النظام والنقد وعادل امام اخر مسرحيه اللي هو بعديها الزعيم. يعني جايب حياتهم كلها جوه في منتهى الشجاعه. لا الفن بيقدم كوميدي. شيء جميل. أيوة. جميل وابتسامة حلوة. ماما أمريكا وشكل جميل. الأستاذ صبحي يا سلام منساش بالعربي الفصيح. يعني الأستاذ عادل إمام ده في مشهد لما كان موقف الوزراء قدامه. يعني الناس دي من خلال الإطار الكوميدي قدروا أن هم يحطوا بسمة ويحطوا فكرة ويحطوا وطنية في قلب كل واحد. للناس. اللي أنا بقوله يا جماعة مش هينفع ولا هيمشي غير الأخلاق هي الباقية. هودوني ده ما فيش ثواني بنغمض عينينا وبننتهي وبنتحاسب كلنا وكلنا هنقف قدام ربنا. أنت ليه قلت كده وأنت ليه عملت كده وأنت ليه شتمت. يعني حضرتك فاكرة شيء من الخوف؟ فاكرة الفنانة العظيمة شادية؟ فاكرة زواج فؤادة من
ولا شاديه ولا باتريس من فؤاد باطل اللي اصبحت محفوره في الوجدان المصري رمز للثوره تنسي منظر شاديه وهي واقفه بتشغل الترومبه الميه والميه بتنزل في وانت ليه بتقولي ده فن عظيم والسيده شاديه الاغاني بتاعتها اللي هي بتاعه الثوره كلها هي اللي بتنزاع هي ام كلثوم بسم الله ما شاء الله وعبد الحليم كل دول دخلوا بقى في نفس السله اللي لا يمكن هل ده معقول هو لا يقصد العاهرون استحاله يقصد استحاله ايه يا اخوانا ايه مشايخنا انتوا متضايقين مننا مش ممكن اكيد بتتفرجوا علينا تلاقيهم بيتفرجوا علينا دلوقتي طب بعد اذنكم يا مشايخنا هنطلع فاصل ونرجع تاني معلش معلش